الناس يعرفوا الضغط الدموي، تعريف به الضغط الدموي هو ملي كت لا تونسيون الضغط كيفوت 14 بالنسبه للنقطه العاليه وكيفوت 9 بالنسبه للفصيله الثانيه، يعني 14 9. اذا كان ما اقل من 14 هذا كتكون مسائل هذه. الضغط الدموي بالطبع هو من الامراض المزمنه اللي كتجيب بالخصوص الناس اللي كتكون عندهم كيكونوا زايدين في العمر شويه، واللي كيكون ضروري انه فيما قبل رمضان انه يشخص المرض واش كاين ولا ما كاينش، وثاني ناخذ الدور المناسب. هاد الضغط الدموي كيما قلت لك عنده اعراض وعنده مشاكل اللي كيمكن يسببها بالخصوص اثناء الصيام، ملي كيكون في واحد الحدود كيكون مقبول، ولكن ضروري اولا يتابع الحميه ديالو والعلاج ديالو ويكون متابر في هاد المسائل هذه كلها. الأسباب الأساسية وهو أنه الإنسان إذا ما استمرش في الحمية ديالو وكان توازن غير جاد فيما يخص التغذية والحمية عموما، الإنسان اللي عنده الضغط الدموي كي يكون نقص من خصو ينقص من الملحة، وكنلقاو بأنه في المائدة ديالنا كنلقاو بزاف ديال المرات الملحة كتكون فائقة ديال سميتو. دونك هذا الجانب هذا خصو يحترمو، يحترم كذلك التوقيت ديال العلاج ديالو، لانه هذاك الشيء هذا كله ما يمكن غير انه يساعدو باش الامور تدوز على سلام. دابا هما العلاج ديال الضغط الدموي في الاغلب الاحيان كيكون في الصباح، في الايام العاديه في الصباح هو من الافضل مثلا الانسان انه في السحور ديالو هذا ياخذ الدواء ديالو باش يمكن يشد ليه النهار كله، وهكذا غادي تكون الفائده ديالو افضل، لانه بالطبع الدواء ديال الطمسوم كيمكن يكون واحد ولا جوج وكيمكن يشد ليه النهار كله ويكون الانسان مرتاح. الضغط الدموي خص اللي عنده هذا خصو بالطبع يكون يدير الاعبار ديالو بصفه زعما معقوله ومتزامنه، باش بالخصوص اذا كانت شي اعراض اللي صعيبه. الاعراض اللي صعيبه هي ملي كيكون دوك الاوجاع ديال الراس اللي كتفوت للقياس وكتكون ضبابه في العينين قويه، ولا كتلقى مثلا بحال دابا الذباب اللي كيبقى يتسارع على عينيه، ولا دوخه صعيبه، ولا اغماء، ولا بالطبع الله يستر بعض المرات الا ما تعالجش لوحده وما كانش في المستوى كيمكن تكون المضاعفات اللي معروفه ديال الضغط الدموي اللي كيكون قوي انه نزيف او شلل ولا حاجه اللي خصنا نتفاداو بحميه وعلاج مستمر.